ترتكز الجهود السياسية والإعلامية لروسيا وحلفائها اليوم على المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في شرق الفرات أم في جنوب شرق سوريا في المنطقة المعروفة ب 55 أو قاعدة التنف نسبة للمعبر البري الواصل بين سوريا والعراق. على مدار أكثر من عام بدأت روسيا الحديث عن وجود تفاهمات تجري مع واشنطن حول إخلاء منطقة التنف وإعادتها للنظام السوري، أحاديث لم تجد ردا إعلاميا من واشنطن، بل اتخذت ردودا ذات طابع عسكري سيما مع تنفيذ المارينز أول مناورة برية في سوريا كانت ساحتها منطقة التنف، إضافة لمناورات جوية في ذات المنطقة، في رسائل اعتبر مراقبون أن الانسحاب من هذه المنطقة غير وارد. يشارك التحالف الدولي في التنف جيش مغاوير الثورة الذي يعد آخر فصائل الجيش الحر الموجود في جنوب وشرق سوريا، الفصيل الذي أكد عدم وجود خطة للانسحاب، بل على العكس يعزز قواته هناك بحسب تعبيره. نحن متمسكين في منطقة 55. طبعا في الأيام القليلة الماضية تم تنسيب مجموعة من المقاتلين لجيش مغاوير الثورة، فلماذا نحن ننسب مقاتلين لجيش مغاوير الثورة إذا كنا سنترك هذه المنطقة؟ الطلاع الذي لم ينفي أو يؤكد وجود خطة لدمج فصيله مع قوات سوريا الديمقراطية. نحن في جيش مغاوير الثورة نحن نعتبر جزء من الجيش السوري الحر وجزء من الجيش الوطني السوري، فنحن نعمل مع أي قوى وطنية تعمل لصالح الشعب السوري وتحافظ على قرار الشعب السوري والمحافظة على وحدة أراضي وتراب سوريا. في مثلث التنف الذي يشهد أحدث المواجهات بين واشنطن وموسكو، تقع هناك إحدى أشد أزمات الحالة السورية، مع وجود ما يقارب 70,000 من النازحين بسبب نظام الأسد وتنظيم الدولة، 70,000 يواجهون كل أنواع الموت والمرض وصولا إلى الجوع والعطش، فما مصير هذه المنطقة؟